لوفين: السويد تتبرع ب3 ملايين جرعة لقاح للدول الفقيرة. إدارة المرور السويدية تريد تقليل السرعة على المزيد من الطرق. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إس موبلر، ترانسفير جالاكسي، ودينتالي. متابعينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس من ستوكهولم. قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل إن السويد ستتبرع بحوالي 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى الدول الفقيرة. لوفين أضاف أن الأولوية هي بالطبع تطعيم السويد وتحصينها ضد كورونا، مشيرا إلى أن السويد لديها كميات كبيرة من اللقاحات أكثر مما تحتاجه، لكن لم يحدد نوع اللقاح الذي ستتبرع به السويد. هذا وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي اليوم أنهم سيتبرعون ب100 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة في النصف الثاني من هذا العام. وستساهم السويد أيضا في صندوق التبرعات الخاص بالاتحاد الأوروبي. وأعلنت الدنمارك أنها ستتبرع هي الأخرى ب3 ملايين جرعة أخرى. وفي نفس السياق، أعلنت هيئة الصحة العامة أنه تم الإبلاغ عن 30 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين توفوا بالمرض في السويد إلى 14,396 شخصا، وتم تأكيد إصابة أكثر من 1,064,000 شخص بالمرض. الهيئة قالت إن الوفيات الجديدة لم تحدث خلال يوم واحد فقط، وإنما خلال الأيام القليلة الماضية وفي عطلة نهاية الأسبوع، لكن جرى الإبلاغ عنها خلال الساعات 24 الماضية. في هذا الوقت تستمر حملة التطعيم في السويد، حيث تلقى أكثر من 3,500,000 شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أي ما يعادل 43.4% من السكان البالغين. كشفت تقارير صحفية اليوم أن شركة الخطوط الجوية النرويجية أعلنت إفلاسها في السويد. مديرة الاتصالات في الشركة أكدت هذه المعلومات وقالت إن الشركة قدمت بلاغا بالإفلاس إلى المحكمة. ووفق التقارير فإنه تم إيقاف تداول الشركة في بورصة أوسلو صباح اليوم، مؤكدة أن خلفية طلب الإفلاس تعود إلى استراتيجية الشركة فيما يتعلق بنظامها المالي. وكانت الشركة تقدمت بطلب للحصول على حماية المحكمة في النرويج العام الماضي للمساعدة في استمرار أعمالها بعد أن تراكمت الديون عليها في محاولة لحمايتها من الدائنين وإعلان إفلاسها حتى تتمكن من الاستمرار في مواجهة تحديات كورونا. على صعيد آخر، اقترحت الحكومة السويدية فرض ضريبة جديدة على البنوك الكبرى ستوفر لخزينة الدولة ما بين 5 إلى 6 مليار كرون سنويا. وطبقا للاقتراح، فإن قروض البنوك في الفروع الأجنبية ستدرج أيضا ضمن القرار. ومن المتوقع في حال الموافقة عليه أن تصبح الضريبة الجديدة سارية المفعول بالفعل في مطلع العام القادم. محللون ماليون يصفون الاقتراح بأنه غير مؤكد من الناحية القانونية، ويحذرون من ارتفاع أسعار الفائدة للأسر والشركات جراء ذلك. من جهتها، قالت وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون إن أرباح البنوك الكبيرة تستوجب فرض الضرائب عليها، ورأت الوزيرة أنه توجد فرصة للبنوك من أجل المساهمة أكثر في تقليل المخاطر على الاقتصاد الوطني. في موضوع آخر، قالت إدارة المرور السويدية إنها تريد خفض سرعة المزيد من الطرق في السويد على غرار ما قامت به قبل سنوات بخفض سرعة عدد من الطرق من 90 إلى 80 كيلومتر في الساعة. وبحسب راديو إيكوت السويدي صباح اليوم، فإن حوالي 34 ميلا من الطرق سيتم تغيير السرعة فيها، خصوصا الطرق التي تشهد ازدحاما كبيرا ولا توجد فيها حواجز وسطية. ووفق إدارة النقل، من المتوقع أن يتم ذلك ضمن مشروع يجري العمل فيه حاليا ينتهي في العام 2025، ويدرج المشروع ضمن سياسة السويد التي تهدف إلى الوصول إلى نسبة وفيات صفر. خبراء المرور يقولون إن الهدف من خفض السرعة هو زيادة السلامة المرورية
وتقليل عدد القتلى والمصابين في حركة المرور. في خبرنا الأخير، استمرت اليوم محاكمة 14 شخصا يشتبه بتورطهم في خطف فنان موسيقي سويدي شهير في إبريل من العام الماضي، ومن بين المتهمين مغني الراب المعروف ياسين محمود. وتظهر الصور التي عرضت على المحكمة تفاصيل كيف تم تقييد وضرب وإهانة وتهديد الفنان بالسكين والمسدس، وكيف أنه أجبر على التخلي عن سلسلتي ذهب وساعة رولكس ثمينة فضلا عن ابتزازه بملايين الكرونات كي لا ينشر صورا له بأوضاع مهينة للعلن. ووفقا للائحة الاتهام، فإن الأشخاص الذين قيل أنهم ينتمون إلى مجموعات عصابات مختلفة في ستوكهولم متورطون في خداع الفنان في شقة في فوربيري في جنوب ستوكهولم، حيث تعرض للضرب بعد ذلك وتصويره بأشكال مهنة. يذكر أن جميع المتهمين ينفون ارتكاب هذه الجريمة. إلى هنا وتنتهي نشرة أخبار الكومبس. لمزيد من الأخبار تابعونا دوما على موقعنا الكومبس.سي. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إس موبلر، ترانسفير جالاكسي، ودينتالي.